السلام عليكم قناه البرقي يوم على لطيفه. ترحب بالجميع. اليوم ان شاء الله غادي نديروا بسيطلات فرديه ب حشوه الكفته البقري وعجين الفيل. بونجور تو المون اكتيفي سيل بو بليس بيتي تراش بور بوفوار سويفر سي باستيا انديفيديال على بيون اشي دو بوف اي على بات فيل. المقادير اللي بحاجتنا بهم لهاد الوصفه 300 غرام تاع الكفته البقري اللي هنايا عندي هنايا واحد فلفل حمرا بلديه دوك صغيورين تيجيو بنان، شلضه رقيقه، واحد شلضه البصله هنايا، شويه الزعتره، معلقه كبيره تاع الكزبر المكنوس، شويه الربيع، شويه تاع البزار، شويه السكنجبير، معلقه كبيره تاع زيت العود، ومعلقه كبيره تاع لاصوص ماجي. هنا عندي الفرماج ساندويش، وهنا عندي عجين فيلو اللي درنا جميع واللي الفيديو تاعو غتلقاوه في صندوق الوصف. زيد شويه الماء في الغيطه ديال هادشي مزيان، خاصه الكفته تخطى طيب مزيان، ونفرتت كلشي مزيان بحال هكذا، حرك العناصر ما بيناتها. صافي هالحشوه تاعنا طابت، والسائل كله تبخر. هاد تنطفيو النار، هاد مرحله كاضافه يمكن لكم تجيدوا اي فرماج بغيتو، ماشي ضروري. انا هنا زدت لا موزاريت، يمكن لكم تزيدوا اي فرماج، غير ما تزيدوش يكون مالح بزاف. غنخليو الحشوه تاعتنا تبرد، تنطلقوا ورقات الفيلو على طاوله العمل وتندهنوها بخليط الزيت والزبده. هنا مذوبه الزيت والزبده، هاد ورقة الفيلو عندي أسبوع دابا في الثلاجة عادية، إذا تكون طرية يكون التعامل معها بسهولة. ولكن الشويت اللي عندنا ما ترميوهمش، تنعاودو نطلقوهم بحال هكا، كاع لي الشويت اللي عندنا حطوهم بحال هكا، خاصة في البلاصة فين غتحطو الحشوة بحال هكا، تنضيعوش لي الشويت. واللي شرات ورقة الفيلو عادية من السوق، طلق جوج ورقات الفيلو ودير واحد الطرف من هنا تاع الفيلو باش كاسي. غادي ندير هنايا فرماج ساندويش هو الأول، باش نحيد كل ما كان الفرماج ما بين الحشوة كل ما كان أحسن. واحد طريف تاع فرماج ساندويش، ندير النص من التحت هذا الشكل، صاوا اي فرماج بغيتو. انا بريزيدون تيعجبني، تيجي المذاق تاعو رائع. حطوا الحشوه تاعتنا بحال الشكل، حيت ملي تيذوب الفرماج على الحشوه تجي غزاله. نديرو كي بحال هكذا ونجيو نتنيو هاد الجناب بحال دهنو زيت خليط الزيت والزبده، هذا هو اللي غادي يعطينا القرمش. ونتنين بحال هكا حيتو يعطينا المستطيل تاعنا تاع البسطيل. لا تنتنيو وحنا تندهنو، الاخر هنا تندهنو بخليط البيض. هنا عندي غير بيضه مضربه، هنايا بيضه مضربه تنديرها بحال هكا، تنجي هنايا تنحطها على اللاطه تاعتي اللي غتمشي للفران بحال هاد الشكل. نزيد عاوتاني ندهن ليها الوجه تاعها بالبيض، ونبقى حتى تنكمل البسيطلات تاعي كاملين بهاد الشكل. هاد الطريقة راه يمكن ليكم تخدمو حتى ورقة الفيلو تاع السوق، إلا مكانش عندكم الوقت صابو ورقة الفيلو في الدار. هي ورقة الفيلو إلا صبتيها في الدار تستغلي بها عدة وصفات. نكملو سيداتي عدد الصيطلات الفردية اللي حنا باغيين، ونحطوهم بهاد الشكل، ندهنو ليهم وجههم بخليط الزيت والزبدة وبالبيض،
وندخلهم الفران سخون يطيب. بسطيلة الفردية سيدتي اللي درنا بعجين الفيلو تجي رائعة، كيف شتي معايا تجي على هذا الشكل. والعجين الفيلو اللي درنا اليوم راها عندي في الثلاجة، عندها مدة أسبوع. وشتي معايا الطريقة كيف ممكننا نجمعوها بلا ما نضيعوها، وأننا تنحتفظو حتى على لي شوت اللي تيبقاو لينا. تجي رائعة لا في المنظر ولا في المذاق تاعها. طبيعة الحال الحشوة يمكن لك ديري أي حشوة عندك سيدتي، أنا غير خدمت عجين الفيلو اللي جاتني عدة تساؤلات فيها في التعليقات واش يمكن لنا نخدموها في البسطيلة. فعلا يمكن لنا نخدموها، هانتوما شفتوا يمكن لكم ديروها بهذا الشكل الفردي أو ديروها بالشكل العائلي اللي بغيتو. انا نقطع لك سيداتي وحده تشوفيها كيفاش جات من الداخل. انت سيداتي بعد ما تنقطعوها تجي رائعه مقرمشه طيبه مزيان، قرمشه كاينه، الحشوه من الداخل غزاله، والبنه ما نعاودلكش، المنظر هانتي تتشوفي غزال، والمذاق رائع. نتمنى سيداتي توجدي الوصفه وتردي عليا في التعليق تاعك. نتمنى ديريها بعجين الفيلو اللي درت معاك، واللي غتلقاي الوصفه تاعو في صندوق الوصف. ولا ما كانش بامكانك ديريه يمكن لك تشري اي عجين فيلو وتصوبيه به هاد الوصفه وتمتعي بها انت ووليداتك. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم، تابونا وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما ننزلها في القناه. وإذا كنتوا من متتبعين القناة تابوناو شغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما ننزلها في القناة، وتكلموا على القناة مع المعارف تاعكم واستدعوهم ينضموا معنا على القناة. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.